صباح الخير. راح ادخل في الموضوع بسرعه. في وحدة بحرينية اعتقد انها مذيعة بقناة البحرين اتكلمت عن النسوية بشكل سلبي. الحين اني حق مجموعة النسوية. النسوية ذلين مجموعة من النساء، ممكن بعد رجال، انزين، يتظاهرون ان اهما القوة وهم عنيفين وايد، يعني التواصل معهم شنيع صراحة. قالت انهم غير منطقيين، ان النسوية تأيد العنف او النسويات دائما يأيدون العنف ضد الرجل وانهم يكرهون الرجل، وفي نسويين رجال، يعني في مغالطات كثير بكلامها. كيف في نسويين رجال والنسوية تكره الرجل؟ اول شيء ما يصير انت تقولين عنهم غير منطقيين، بعدين انت تصيرين غير منطقية بنفسك وتعرفين النسوية بناء على arguments او ولا حوارات صارت بينك وبين اشخاص. روحي للانترنت وابحثي عن التعريف الذاتي او اقرأي كتاب عن النسوية واعرفي ايش تعني. ايه هي المساواة بين الجنسين ذكر وانثى في الحقوق؟ equality doesn't mean عنف. في نسويات كثير متزوجين ومبسوطين بزواجاتهم ويحبون ازواجهم، ما فيها اي تأييد لكره الرجل، فقط مطالبة بالمساواة. وايد يوقفون مع المرأة ضد الرجل بدون منطق، بدون عقل، بدون لوجيك. يعني ما قد تحاورت مع واحدة فمنست وأقنعتني بكلامها، كان دائما يعني مجددا. أنتي تعرفين النسوية أو تشرحين النسوية من وجهة نظرك وبناء على تجاربك الشخصية مع الناس، يعني أنتي غير موضوعية في الموضوع هذا أبدا. قاعدة تحكمين من تجاربك الخاصة مثل ما قلت مع مناقشات وحوارات مع أشخاص. إذا كانت عندهم ردة فعل عنيفة أو دائما ضد الرجل مع المرأة، فأنت شوفي هم جايين من أي مجتمع. المجتمع الشرقي. إذا بتقعدين تقولين لي المجتمع الشرقي مو قاعد يظلم المرأة، بقول لك كذابة ومطبلة للمجتمع الذكوري. إذا ردة فعل قانون فيزيائي، ردة فعل معاكسة له بالاتجاه مساوية له بالقوة. يعني ردة فعلهم هي بناء على الظلم والقهر اللي يعانون منه. تبي نعدد لك الظلم؟ قانون ولاية الأمر اللي مثل ما قلت، شكلك ما تعرفين بشيء اسمه قانون الولاية واللي يعانون منه بنات كثير. عدم السفر بدون موافقة ولي الأمر، عدم القدرة على السفر بدون موافقة ولي الأمر، أمور كثيرة يمكن أنت ما تعرفين عنها، يمكن ما قد سمعتي بجرائم الشرف اللي قاعدة تصير بالمجتمع العربي، اللي فيها تنقتل، حياتها تنتهي بسبب أحيانا حتى ما عندهم دليل، شاكين فقط أنها تواعد رجل وتنام معه. هذا غير التعنيف، غير الضرب اللي في غالب الأحيان تفشل الحكومات العربية في محاسبة الجاني. فزي ما قلت، لكل فعل ردة فعل. يبين أن المخ مو مال ديراتنا، مو مال أهلنا، مو مال عقلياتنا، مو مال ديننا، خرطة يا جانب، مو 100% استيراد الأفكار 100%. خففوا من الأفلام يا جماعة، خففوا. إنزين، فالنسوية هي ظاهرة مستوردة من الخارج. بالنسبة لأفكار مستوردة، ما هي من عاداتكم ولا هي من دينكم ولا مجتمعكم عزيزتي. أنتم كذا يا العرب تحبون تستوردون الأشياء اللي تعجبكم من الغرب، الجوالات، الأشياء التقنية، كلها من الغرب. بس لما تجي أشياء تهدد قواعدكم وثوابتكم الدينية أو العادات والتقاليد اللي ما أدري من وين طلعتوها، تصير يا الله مهي من ثوبنا. يعني أنت الحين لبسك وشكلك وتبرجك ما هو من عادات العرب والمسلمين، بس ما حد قالك شيء لأنك أنت حرة تسوين اللي تبين. بس ما تجين للنسوية لأنها مو عاجبتك وفيها مساواة بين الأنثى والذكر تقولين مستوردة. ما يصير. هي صارت في الخارج بسبب اختلاف وعدم المساواة في الوظائف. وبالنسبة لمعلوماتك الغلط عن النسوية ونشأتها، أنها انشأت بسبب عدم توفر الرواتب. لا حبيبتي، النسوية من زمان كانت موجودة، من القرن التاسع عشر وبداية القرن 21 بدأت النسوية في أوروبا، وكانت السبب انه المجتمع الاوروبي انذاك في هذاك الوقت طلع فيه نهضه صناعيه، بدا يتحضر، بدات تطلع احزاب سياسيه واحزاب ليبراليه، وصار فيه تصويت، وكان النساء كالعاده
محرومين وخارج الحسبة ما يصوتون. فطلعوا نساء قويات شجاعات ما راح ينساهم التاريخ، وطالبوا بالمساواة بالتصويت. زي ما أنت تصوت أنا أبي أصوت، أنا إنسان مساوي لك في الحقوق، عندك عقل عندي عقل، تعرف تفكر أعرف. آخر شيء بقوله موجه لكل نسوية دخلت في حوار معاها وكان حوار عقيم، طبعا أنا طلعت بدون فايدة للأسف. أول شيء حطوا في بالكم رسولنا كلهم رجال، فمن أنتي ياية بتقللين من الرجل وتذمين في الرجل؟ أبوك رجل كانتي ما وجدتي بدونه، زوجك اللي انفصلتي عنه أو صارت الدراما بينه أو خلينا نقول يلا أخس شيء كان يطقك كان يذلك اللي هو كان رجل، عيالك إذا منهم ذكور فهم رجال، تين أنتي تقللين من الرجل؟ والله ليش؟ والله يوم من الأيام واحد كان عملني مو بزين وبس أنا مزاجي الحين أن كل الرجال شينين، وأنا يعني الحياة بتكتمل بيني أنا وحبيبتي المسترجلة. لا حبيبي. وبالنسبة لمخالطتك الموضوع أن تكره الرجل وما تبي تنام مع الرجل وتبي تنام، هذا ما لا دخل، هذه إنسانة مثلية تحب بنت، فكرهها للرجل لأنها مثلية ما لها دخل بالنسوية. كثير نسويات متزوجين، يعني ما أدري إيش أقول، بس كثير نسويات متزوجين ولا عندهم boyfriends يعني ما لها دخل. فلا تخبطين الأمور. بعدين لما يكون عندها واحدة معنفة من ذكر أو من أب وتكره الرجال، ترى يحق لها، يحق لها، لا تحرمينها من هالشعور أنها تكره الرجال. أنت محظوظة، غيرك غير محظوظ، فعادي. يعني المرأة مظلومة في كثير مجتمعات حتى الغربية، وللحين حتى مثل ما قلتي الغربيات يطالبون في المساواة بين الرواتب. هذا لا يعني إن إحنا عندنا مساواة وهم لا، إحنا أسوأ منهم.